تحية لعمر زكي من المغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أحلى المناطق اللي اكتشفتها هنا أنا بأمريكا، فراح أسوي لكم تطير جوي لهذه المنطقة. هسه راح أروح فد مكان. هذه يا أصدقائي المنطقة اسمها جراند بريري. ما كنت مفكر إنه أسوي فلوج، ما طول أنا جاي بالطيارة وأنا مخطط إنه أصور تصوير جوي لهذه المنطقة، قلت خليني أسوي الفلوج هسه. راح تتخبلون من التصوير الجوي إن شاء الله اللي راح أسويه الخرافي والمنطقة الخرافية، فخليكم ويانا. سعادة سعادة، الأجواء هالفترة بدل الجو يصير مثل الشتاء، والله شيء حلو. حتى تأجير قوارب طلع عندهم، فديوم إن شاء الله وعد من عندي أجيب أعز صديقة لي هنا، واللي هي منه هي أمي، الله يحفظ لي إياها يا رب. لكل شخص يحبني وكل شخص متابعني بحب، الله يحفظ له أمه أيضا. شوفوا هاي هنا تأجير القوارب، وأكو أنواع وأشكال من القوارب، وأكو كلش هواية. هاي المنطقة كلها راح أسوي بها تطير جوي. خلنا ندخل هنا ونشوف شكو. طلع محل بيع اشياء مال الملابس ومن هالسوالف، فخلنا نروح للحديقه هناك ونبدا التطير من هناك. حتى قاعده ومطاعم طلع بيها منه، مكان الا اجيب امي بيه لازم يعني. حتى اكو منطقه صيد، وهذا الرجال وراي يضحك وياي وقال لي شلونك؟ شو اخبارك؟ شلون؟ اقول له انا زين، انت شلون؟ شلون؟ اقول له انا همين بدي اخذ يوم جميل من ايامي ومن هالسوالف. عبالي راح اطير طياره هناك بهذيك الحديقه بس ما اقدر، فراح نبدا التطيره من هنا ان شاء الله، وراح اروح بكل هذه المنطقه على السريع. عندي 24 دقيقه من التطير، وطبعا انا كلش خايف انه تمطر لانه اشوف الغيوم، فباي لحظه ممكن تمطر والطياره روحي. طبعا ما قدرت اطيره لانه هذا ما يشتغل، هذا خربان يشك. هسه راح نسوي التطيره. هذا الرجال ساعدني كلش حبه وخلصنا التطيره الخرافه، استمتعت بيها اكيد كلكم. لازم اجيب امي هنا فد يوم، ماما ستي اكيد تشوفين الفلوج، ذكريني فد يوم اجيبك هنا. والله تونسين ونسه مو طبيعيه، يعني اجواء ومناظر وطيور وكل شيء. يعني كل اللي اقوله يا ربي اكون كل يوم هيك سعيد يا ربي. حلوه شنو ما شاء الله لا قوه الا بالله. تدرون الجوده يذكرني بشنو؟ لما كنت بالعراق كنت صغير كلش، كنا نروح الاربيل، يمكن مره واحده بحياتي زرت هالاربيل، نفس الاجواء هيك، ريحه المي ما شلالات. شلون هاي مناطق اسمها شقلاوه ودهوك وما اعرف وين. انتوا هالبيوت، هالبيوت كلش غاليه، هاي بالملايين اكيد يعني. وشوفوا هالمنطقه، شوفوا يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. اريد هيك بيت، يلا بسرعه هسه هسه اريده هسه. Oh, 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 oh
هذول الطيور خطية عندهم عزة. شوفوا هاي الطيور الفوق راسي يابا، شوفوا هاي الطيور الفوق راسي. يا لهوي حلو الواحد يفتح. شفت مطعم اسمه شاورما ما اعرف شنو. حلو وبي عربيين هم هسه سمعوني اكيد. منو؟ عمر زكي البلوجر جاي هنا ايش جابه؟ يابا فهسه راح اتوضى صلي العصر على السريع وبعدين حروح على محل الشاورما. فهذا هو المحل، هذا هو المطعم. امشي حلال. كنافة معنا و... وتعرفنا على اخونا احمد طيب. راح يسوي لي، قال لي راح يسوي لي شاورما زاكي على على ذوقك. ها يلا نعتمد عليك يعني ان شاء الله. ايوه ما شاء الله ترس ليها ثاني يوم. ها طلع صار لهم يومين من فاتحين محل جديد سبحان الله. واخذت الشاورما وهسه راح نذوقها. ومطعم خرافي فاتح جديد واصحابه فلسطينيين. وهسه وقت الايس كريم شوي خلينا نحلي. شوفوا هذا الايس كريم ما شاء الله. طبعا هذه ثاني ايس كريم من باسكن روبنز انصحكم تشترون منها اللي هي مال ستروبري وفيتشيني سيت. شوفوا هذه الاجواء الخرافيه ما شاء الله. ماما جبت لك لفه دقاق. يمه جبت لك لفه دقاق. جاتها قاعده بالحديقه بتقص كافي على الواتساب كافي. هاي سويت لي خوش شاي وهسه رايحين نصلي العشاء انا وامي بالمسجد. دائما احاول امشيها لامي على مود تسوي رياضه وتظل نشيطه وبصحه وبعافيه والله يحفظ ليها امين ويحفظ لكم امهاتكم اجمعين. وان شاء الله ان ورا صلاه العشاء طانا خطبه يمكن نص ساعه 20 دقيقه. خطبه كلش حلوه ويعني بيها فائده والحمد لله. وهسه رايحين لل بيت. ووصلنا للبيت يا اصدقائي والان مع فقرة الواتساب. مثل ما وعدتكم بنهاية كل فلوج راح يكون اكو فقرة اسمها فقرة الواتساب. فخلينا نبدي بهذا الشيء اللي ممكن يضحككم ان شاء الله. يقولكم اكو فد واحد خاله دزله صورة فالنت كان ضعيف على الواتساب. مرات الصورة ما تتحملها. المهم ما حملت الصورة فهو قال خلها جاملة. قال له منور خالك. بالاخير حملت الصورة وطلعت صورة حمار. ومن ذاك اليوم خاله لي حد اسمه يحكيها. ان شاء الله تكونوا فهمتوها. شوف هذا المقطع عجبني. دي يوكلوهم البزازين. شوفوا ياكلون وراح يقول لك الطين بعد. هذه هي النصيحة يا أصدقائي. يقول لك وعجبا لمن لا يصلي. طبعا أنا اختارتها من أي شيء. أنا عندي ثلاث جروبات على الواتساب بس يعني أنه نصيحة على الصلاة أنه حافظ عليها. ودائما معروف أنه اللي يحافظ على صلاته وراح يحافظ على كل شيء. ولما راح يحافظ على كل شيء حياته راح تصير حلوة. ولما حياته تصير حلوة الجنة راح تكون همينة بالنسبة له حلوة. ان شاء الله اليوم تونستوا بهذا الفلوج. انتظرونا بالفلوج الجاي. كل شيء دائما بالرابط مال جوا بالوصف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.